بلدك خير من يسرك في غربتك. اسمع والله فرحة، يعني فرحة لأنه أحس بالأمان، أحس بأنه رجعوا، يعني شيء مفرح يعني. والله احنا أولا نطالب أخواننا المسيحيين اللي عشنا معهم سنين، يعني كأخوة عشنا أكلنا وشربنا عندهم، وأيام حلوة اللي كانت تدق الأجراس الساعة الكنيسة وغيره وغيره، هذا كله يعني شلون فرحة كانت. وهاي المدينة هي مدينة يعني مدينة تعايش سلمي، يعني مسيحيين على مسلمين على يعني من شلون احنا يعني منذ الأزل، لأنه هاي المدينة مدينة السلام، أهلها يحبون السلام، وعودة هاي الكنيسة وبقية الجوامع هذا يعني، وهاي يعني أيضا هي يعني عودة السلام للمسيحيين، أنه هاي مدينتهم، هذا بلدهم، هذا عرقهم. فرحة كبيرة يعني أنه كنائس رجعت، المنطقة كلها رجعت يعني القديمة، ويعني بارك الله بكم أحسن يعني هم قمتم بها. عبد الله